السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور مصطفى السيد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع غاية الأهمية يا جماعة، وهيقابلك كتير جدا أو هيبقى لحظة فارقة في حياتك لو شخصتها في الكلينيكال، وبيجي كمان موضوع مهم جدا جدا بعد المايوكاردال الانفاركشن على طول. يعني بعد المايوكاردال الانفاركشن ده سؤال ثابت، الكوروناري سيندروم سؤال ثابت في الامتحانات، بعديه على طول أنا شايف بالمونري امبوليزم، لانك عايزينك تبقى فاهم يعني ايه البلمونري امبوليزم، وتشك امتى في البلمونري امبوليزم، لانها بتبقى لايف سيفنج للعيان، ومش اي دكتور يقدر يجيب البلمونري امبوليزم. طيب معنى البلمونري ان امبوليزم، ان احنا اتكلمنا قبل كده يا جماعه في الفرق بين الامبوليزم والثرومبوز. قلنا الثرومبوزس معناها ان الجلطه بتتكون وتسد الشريان في نفس المكان، ما بتتنقلش من مكانها. يعني الجلطة بدأت في القلب، مايوكاردال انفاركشن بدأت في القلب واستقرت في القلب. إنما لو الجلطة اتكونت في مكان واتنقلت لمكان تاني فاسمها امبوليزم. والبلمونري امبوليزم معناها مثلا، وده في الغالب يعني خدها كده قاعدة، في الغالب يعني هنتكلم في الأسباب هيبقى 90% كده الأسباب، 90% من أسباب البلمونري امبوليزم إن الجلطة بتتكون في الرجل في حاجة اسمها دي في تي هنتكلم فيها، وتتنقل من الرجل تروح للرئه فاصبح اسمها ايه امبوليزم. يبقى مع البالمونر امبوليزم هي جلطات في الرئه، والجلطات دي مصدرها مكان تاني غير الرئه. ده التعريف البالمونر امبوليزم. طيب نتكلم بقى على الاسباب. انا قلت اول سبب واهم سبب جلطات الرجل اللي هي بنسميها ايه بقى يا جماعه، ديب فينس ثرومبوز. وركز بقى في كلمه ديب دي ليه، لان في واحد دكتور ذكي قوي يعني يجي يلاقي واحده كده عندها دوالي، والستات كتير جدا معظم الستات اصلا عندها دوالي في رجليها. طب ما دوالي دي دوالي سطحيه خارجيه، فما تقولش ان دي عندها ديب فينس ثرومبوز. ليه؟ لان يقصد بالديب فينس ثرومبوز على الفينز، على الاورده اللي جوه الرجل العميقه جوه الرجل، يعني بتبقى جوه الرجل مش عالجلد. يبقى انت فرق بالمنظر، ما تقوليش واحده ده باين عليها دوالي في الرجل على الجلد يبقى دي ديب فينس ثرومبوزس. لا، احنا بنتكلم على ديب فينس ثرومبوزس تابع الماوس، شايف الشرايين العميقه دي بيبقى مصاحبه لفينز، اهي الفينز دي بقى بتتقفل، ولما بتتقفل بيتكون فيها جلطات، والجلطات دي ممكن تتنقل للرئه. وده اهم سبب واكتر سبب مسبب لجلطات الرئه للبلمونري امبوليزم، اللي هو الديب فينس ثرومبوزس، حتى ذا كومنست كوز عشان ده لو جه ام اس كيو ونسبتها 90%. طيب ندخلنا بقى في سؤال تاني، ايه اللي خلى الست دي يجي لها ديب فينس رومبوز؟ ايه بقى اسباب الديب فينس رومبوز؟ طيب يعني انت لو جات لك واحده، على فكره في الغالب بتبقى يعني اللي احنا شفناهم، يعني اللي احنا شفناهم والله يا جماعه بتبقى بنت شباب، بنت في ميل مش عارف ليه، يعني هو طبعا الكتب ما قالتش في ميل ولا ميلز اكتر، ولكن اللي احنا بنلاقيناهم في الارض الواقع في ميلز وشباب، والله في 18 سنه وفي 23 سنه و25 سنه، ومره واحده جايب شوك وزرقان وديسنيا وليله كبيره. طيب بنعمل ايه بقى؟ يبقى انت شكيت مثلا دي بالمودر امبوليزم، تبدا تعمل فحوصاتك على الديب فينس رومبوزس. لقيت الديب فينس رومبوزس عن طريق السونار مثلا، الدوبلر، السونار بالدوبلر بتعمل حاجه اسمها سونار متقدم شويه بالدوبلر، بيلاقي الديب فينس رومبوزس، تروح انت بقى عامل الانفستيجيشن عشان تشوف ايه سبب الديب فينس رومبوزس. طيب ايه بقى الاسباب اللي بتعمل ديب فينس رومبوزس في الرجل؟ الاول بس ايه اماكن الديب فينس رومبوزس في الرجل؟ احنا اتفقنا ان الديب فينس رومبوزس هتبقى في الفينز العميقه جدا في الرجل، وهتبقى واخده كل الفينز تقريبا بتاعت الرجل، من اول يعني مثلا هنا على فكره ده ملونه بالاحمر، ده ارتري يعني بيبقى مصاحب ليه واحد جنبه ماشي لازق فيه ازرق بيبقى فينز، اللي هو الياك فين، هيبقى هنا الياك فين مثلا في نفس المكان الياك فين وفيمورال فين. يبقى بص الحته دي بيبدا الحته دي الياك فين، وهنا فيمورال فين، وهنا بوبليتيال فين، وبتعدي في الكاف ماسلز. ايه الكاف ماسلز ديت؟ اللي هي رجلك من ورا اللي هي السمانه، السمانه دي اسمها كوف ماسلز، وماشي فيها التيبيال فينز. طيب او البوبليتيال فينز. طيب الكوف ماسلز دي خلي بالك منها عشان هنتكلم فيها دلوقتي. طيب
يعني معنى كده دي فينوس رومبوزس مش تبقى فاكر ان دي فينوس رومبوزس هتبقى في السمانه بس زي ما بنتكلم دلوقتي، سمانه اللي هي كوف ماسلز، الكوف ماسلز. طيب ممكن ده هي اصلا السمانه دي بس الكلينيكال بتبقى باينه كلينيكال في رجليه، يعني يقول لك رجليه من تحت في السمانه بتوجعني او تقول لك، ولكن مش معناها ان الفينز اللي في السمانه تحت بس اللي هي في الكوف ماسلز بس هي اللي مصابه فيها دي فينوس رومبوزس، لا ده دي ممكن تبقى الفينز كلها عندها مصابه من فوق رجليها لتحت رجليها. حتى في الالترا ساوند لما بيجي يعمل لها اشعه على رجليها بالدوبلر بيعمل لها من فوق لتحت، مش بتطلب لها انت كدكتور على السمانه بس، لا بتطلب لها على الفينز من فوق خالص لتحت. طيب ايه بقى اللي بيعمل لي دي فينوس رومبوزس؟ ركز بقى في حاجه اسمها فيركاو ترياد، في ناس بتنطق فيرشاو ترياد وفي ناس كتير بتنطق فيركاو يعني سي اتش تنطق كي، بغض النظر ان هو الفيركاو ترياد. وفيركاو ده اسم العيالي، موتريد ده يعني مثلث، مثلث يعني عندي ثلاث اسباب، هو جمع مثلث كده وحط لي ثلاث اسباب. الثلاث اسباب دي ليهم ثلاثه هيد لاينز اساسيه، ثلاثه عناوين اساسيه. ايه الاسباب اللي خلي لي في جلطات في الرجل دي فينوس رومبوس؟ اول حاجه ان انكريز الكواجولابيليتي، يعني نسبه التجلط الكواجوليشن فاكتورز بتاعه الدم يحصل لها زياده في الكواجوليشن فتزيد الجلطات. ايه الحاجات اللي بتزود الكواجولابيليتي؟ السبسس. السبسس طيب السبسس ده يعني ايه يا جماعه؟ يعني سيبتك شوك، يعني لما بكتيريا وتتمكن من الانسان جدا وتعمل سبسس. السبسس ده بيزود الكواجولابيليتي. طيب السموكينج، التدخين. لذلك طبعا واحد مش هنقول واحده، يعني هي واحده دي مش بتدخن، ولكن من اول حاجه هتعملها تقول له وقف التدخين وهو حر. طيب الكواجوليشن ديس اوردرز، واحد عنده مشكله في الكواجوليشن فاكتورز. طب ماليجنانسي، وركز قوي بقى في موضوع الماليجنانسي دي، واحد او واحده عندها كانسر، الكانسر ده في اي مكان في الجسم، اي كانسر يا جماعه، سواء كانسر الكبد الهيباتوما او كانسر الرئه او كانسر البريست، اي كانسر في الجسم ممكن ان هو يعمل لي حاجه اسمها بارانيوبلاستيك سندروم. طب يا دكتور الالفاظ دي من الاخر، يعني ان يعمل لي مشاكل تانية غير مكانه، يعني مثلا الست دي عندها سرطان في الثدي، لا قدر الله ربنا عافينا كلنا طبعا، سرطان في الثدي ده يعمل لي تجلطات في الرجل، ايه اللي ودى سرطان الثدي للجلطات في الرجل؟ اهو بيعمل في مكان بعيد تاني عن مكانه، هو مكانه في الثدي. طب دلوقتي عمل لي الجلطات، زود الكواجوليشن فاكتورز وعمل لي جلطات دي فينوس رومبوزس في الرجل، ايه اللي جاب ده لده؟ اهو ده بقى اسمه بارانيوبلاستيك سندروم. يعني البارانيوبلاستيك سندروم يعني بيأثر على الجسم كله في مكان بعيد عن مكان السرطان. طيب وركز بقى النهارده على الماليجنانسي عشان هتفيدنا النهارده هتيجي تاني. يبقى أول حاجة انكريز الكواجولابيليتي، يعني زيادة الكواجوليشن فاكتور، ده أول سبب، ده أول هيدلاين، ركز لي بس في الهيدلاين، يعني انكريز كواجولابيليتي، انكريز تجلطات. طيب بعد كده تاني سبب، حصل بلاد فيسل انجري، يعني حصل إن جه بقى حاجة عورت البلاد فيسلز دي. خلي بالك هو الفيسلز بتاعت الرجل، الفيسلز بتاعت الرجل الفينز اللي هي هتكون فيها الجلطات، مش احنا قلنا دي فينوس رومبوزس يعني هتكون فينز في الجلطات في الفينز العميقه في الرجل؟ ايوه. قال لك اه. طيب الفينز دي اساسا يا جماعه بتشتغل ازاي؟ ازاي الدم ما لا يتراكم في الفينز دي؟ الفينز دي بيبقى فيها فالفز، صمامات، صمامات كتيره جدا، والصمامات ديت مسؤوله انها تبعت الدم لفوق عكس الجاذبيه عشان ما يتراكمش فيها. طب لو الصمامات دي باظت، لو الصمامات دي باظت الدم هيتراكم فيها، والدم لما بيتراكم بيعمل ايه يا شباب؟ بيعمل لي جلطات. طيب لذلك افرض انا جالي انجري للبلاد فيسلز، يعني ايه؟ حاجه عورت الفيسلز دي سواء من جوه الفيسلز او من بره. ازاي؟ لما هتعور الفيسلز دي بتروما مثلا فالفيسلز ده هتبوظ، طب معنى كده ان الصمامات اللي فيها هتبوظ، فهيجي يتراكم فيها ايه يا جماعه؟ هيتراكم فيها الدم ويعمل جلطات، هي دي الموضوع. يبقى تاني حاجه في المثلث البلاد فيسلز انجري، ايه بقى الاسباب؟
قال لك تروما، وخصوصا حوادث العظم، لان حوادث العظم التروما دي لما انت اي نعم انت تيجي خبطه كبيره جدا تبوظ تكسر العظمه بتاعت الرجل، ولكن يا اخي بفكر كده، هو العظمه دي اللي باينه في الاكس راي، ولكن اكيد حصل تلف لخلايا تانية جنب العظمه، اذا كان العظمه اقوى حاجه اتكسرت فما بالك بالفيسلز اللي تحتها، اظن اكيد حصل دامج فيه. طيب زائد يبقى اول حاجه تروما، وخصوصا ترومات الارثوبيديك العظم، التروما الخبطات بتاعت العظم والحوادث. تاني حاجه السيرجري بقى، كمان جراحه، يعني الجراحه والجراحات، خصوصا الجراحات بتاعت العظم وخصوصا الجراحات بتاعت القيصري وهنتكلم فيه. لذلك اي حد يعمل جراحه عظم او جراحه قيصريه يفضل كل الكتب وكل البلاد، مش عارف احنا عندنا ما بنعملش كده ليه، لازم تاخد هيبارين تحت الجلد او كاليكسان كبروفلاكتيك وقايه من الجلطات بعد العمليه. وانا شفت وانا وقال لي حد قريب يا جماعه مات بسبب انه كان عنده كسر في عظم عنده، مره واحده مش قادر ياخد نفسه ومات، وجاله بالمونري امبوليزم لانه هو ما خدش حاجه بروفلاكتيك للجلطات. طيب هايبر تنشن، واحد عنده ضغط، اما الضغط العالي ده بيدمر الفينز وبيدمر الفيسلز بصفه عامه، من ضمنها الفينز بدمرها من جوه، فكده هيبوظ الصمامات بتاعه الفيسلز. طيب انفيسيف بروسيجر زي الكانيوليشن، يعني الكانولا، يعني واحد بيدخل كانولا والكانولا دي ممكن بتعمل لي حاجه اسمها التهاب في الفينز، ثرومبوفلوبايتس، والتهاب الفينز ده بيتجمع جلطات، فممكن يعني اللي ولو ان الموضوع ده يعني مش مشهور قوي. بعد كده يبقى ركز في الثلاثه اسباب الرئيسيه، increase coagulability، blood vessel injury، ثالث حاجه reduced blood flow. يعني ايه reduced blood flow؟ يعني الدم هو ماشي بقى ماشي بطيء. ايه الحاجات اللي تخلي الدم يمشي بطيء؟ اول حاجه immobility. immobility انا عايز بس انا نطيت على طول على الاموبيليتي اللي انا عايزها في حاجه لو نجمع بس. immobility ده بسبب ان هو العيان قاعد او نايم معظم الوقت والدوره الدمويه ما بتحركش كتير، حتى عشان كده احنا قلنا لاي عيان عامل ميجور سيرجري لو سمحت ما تفضلش نايم على السرير، اتحرك كل شويه من على السرير وحد يسندك. ليه؟ عشان نحرك الدوره الدمويه فنمنع دخوله في جلطات على الرئه. طيب تاني حاجة مثلا اللونج ديستانس، مثلا ترافل، اللونج ده انك بتسافر مسافة كبيرة، فالمسافة الكبيرة دي بتعمل الدم وانت ماشي بيتراكم في رجلك لانه مع الجاذبية، وغير انك وانت ماشي مسافة كبيرة فممكن يحصل ان الصمامات بتاعت الفينز بتبوظ، فانا دلوقتي بيتراكم الدم ويعمل لي جلطات ويروح للرئة. طيب في ممكن الاترال فايبريليشن، الاي اف هنبقى نتكلم فيه ان شاء الله رب العالمين، في الفاريكوز فينز كمان، يعني كده الفاريكوز فينز كمان اللي هي الدوالي بقى، دي الدوالي الخارجيه ممكن تساعد ممكن تساعد. طيب ولكن مش هي الاساس، يعني مش شرط انها تعمل لي دي، يعني يا جماعه ممكن واحده عندها ديب فينس ثرومبوزس، عندها فاريكوز فينز يعني دوالي سطحيه من بره الجلد من بره الرجل، ولكن مش عندها دي فينس ثرومبوزس. في بقى الفنتريكولار انسفشنس يعني هارت فيلير، ركز بقى دي تساوي ايه، فنتريكولار انسفشنس يعني هارت فيلير. الهارت فيلير ان الدم ما بيضخش الدم بكفاءه عاليه، ضعيف في ضخ الدم، فالدم ماشي ببطء، فلما يمشي ببطء يعمل لي يتراكم ويعمل لي اللي هو ريديوس ذا بلاد فلو اللي هو مثلث الفيركاو. انت بقى يا باشا ايه هتعمل؟ تفضل تدور على الثلاث الاسباب من الاسباب دي، ايه اللي موجوده في العيان اللي مسببه له دي فينس ثرومبوزس، وانت طبعا انت كدكتور هتدخل في متاهه، يعني دي فينس ثرومبوز افضل ادور، بس بالهيستوري تعرف تجيب حاجات كتير، يعني بالهيستوري انت بتدخن، بالهيستوري انت جالها سرطان او عندها سرطان، بالهيستوري طالعه من ولاده، طالعه من عمليه كبيره، اتخبطت قبل كده خبطه كبيره في رجليها، الحاجات دي كلها يا جماعه عندها ضغط كلها بالهيستوري ممكن تيجي، عندها مشاكل في القلب صح؟ طيب تبص انت تشوف الفاريكوز فينز كده، عندك المثلث وعايز تشوفه وتركز عليه براحتك، بس انا شرحته يعتبر بالتفصيل برضه. طيب
بعد كده احنا قلنا بعد كده يقول لك الريسك فاكتور اوف دي في تي اللي هي هتبقى اجزاء من الفركاو، يعني هو مقتطف طبعا. تقدر تقول الريسك فاكتور بتاعت الدي في تي هي الفركاو ترياد، وتبقى ممتاز تاخد اكتر كمان، تاخد درجة اكتر طبعا. يعني انت لو رسمت الفركاو، على فكرة بقى هم بيحبوا في الامتحان انك انت ترسم حاجات كده وبيحسوا انك انت فنان. يعني مثلا يجي يقول لك سؤال بري ديسبوزنج فاكتورز اوف، والحته دي افهمها لو سمحت. بري ديسبوزنج فاكتور مثلا يجي لك سؤال من 10 درجات، قول لي البري ديسبوزنج فاكتور بتاعت البالمونري امبوليزم، تروح انت عامل ايه بقى؟ الفركاو تراياد كده المثلث ترسمه وتكتب في النص فركاو تراياد، تعمل التقسيمه دي بالظبط وما تكتبش ولا كلمه تانيه، تاخد فول مارك طبعا. بتبسط منك الدكتور، يعني يحس يعني انك انت راجل ايه، دماغك متكلفه زي ما بنقول. طيب ايه الريسك فاكتورز؟ طبعا احنا قلنا الحاجات اللي احنا هنقولها في الريسك فاكتور هي هياها مشتقه، ده بعض الاسباب، هو عشان ما يذكرش كتير ما قالش كل الاسباب، ولكن هتلاقيها مشتقه من الفيركاو تراد اللي احنا لسه شارحينه. يعني مثلا اوبراتيف عمليات، قال لك كلها بحرف الاو، شد سهل عليك. اول حاجه اوبراتيف طالع من عمليه، وخصوصا البلفيك عمليه في الحوض زي عمليات الولاده، عمليات الولاده القيصري تعتبر بلفيك سيرجري، خصوصا البلفيك سيرجري والبون سيرجري. طيب البلفيك مش يا جماعه مش عباره عن ولاده فقط، قيصري فقط، ولكن البلفيك مثلا ممكن عمليه في المثانه، ما دي بلفيك، ممكن الحصوه من الحالب، ما كل دي اسمها بلفيك. طيب اونكولوجي بقى، عنده سرطان يشتغل لي عن طريق البرانيوبلاستيك سندروم ويعمل لي زياده في الكواجيليشن فاكتور زي الكانسر ستومك واللوكيميا والليمفوما، لوكيميا سرطان الدم والليمفوما ده سرطان الجهاز الليمفاوي، وهنبقى نتكلم فيه ان شاء الله. اولد ايج، واحد سنه كبير، واحده بتتعاطى اورال كونتراسبتيف بيلز يعني حبوب منع الحمل، حبوب منع الحمل بس العلم بيبقى فيه استروجين، الاستروجين ده بيعمل لي مشاكل كتير. يعني اول حاجه بيتخن، بيعمل صوديوم ووتر ريتينشن، بيتخن الست كده وملاها ميه. تاني حاجه الاستروجين بيزود الكواجوليشن، يعني بيزود تجلط الدم وبيدخل الست بتبقى عرضه لحاجات كتير، لمشاكل كتير. طيب اوبيسيتي، ممكن اذرز بقى 2 سي، اذرز يعني عشان بيبدأ بحرف السي فحطهم اذرز في 2 سي. كونجستيف هارت فيلر قلنا لانه هو هيقلل سرعه السيركوليشن، وكواجوليشن ديس اوردرز، وركز بقى على الكواجوليشن، طبعا كانت مذكوره الكواجوليشن اهي، كواجوليشن ديس اوردرز اهيت مذكوره، ولكن انا بس حطيت لك مثال في الكواجوليشن ديس اوردرز، بروتين سي واس ديفيشنسي، يعني نقص بروتين سي واس يزود تجلط الدم. معنى كده ان بروتين سي وبروتين اس موجودين في الجسم وبيمنعوا الجلطات في الدم. لذلك انت من الحاجات اللي هتعملها في التحاليل، يعني الانفستيجيشن بتاعت العيان اللي عنده دي في تي، هتعمل بروتين سي واس في المعمل، وبتعمله في المعمل، فانت هتعمل بروتين سي اند بروتين اس. لو ناقصين يبقى معنى كده ان هم سبب كبير، يبقى كده العيان بسبب كواجوليشن ديس اوردرز، وكده سبب كبير لوجود الجلطات في العيانه دي او العيان ده. طيب السايتس اوف دي في تي، احنا قلنا بقى في كل الرجل من فوق لتحت، الالياك فين، فيمورال فين، بوبليتيال فين. يبقى خلي بالك كل اللي انا شرحته ده احنا بنشرح في اسباب البلمونري امبوليزم. اول سبب اللي هو ذا كومنس كوز، اشيع سبب 90% من الحالات، اللي هو الديب فينس ثرومبوزس. وقلنا بقى ازاي تعرف اسباب الديب فينس ثرومبوزس، وقلنا كلام هري كتير كده دوخناك فيه. طيب لسه لازم يتقال. تاني حاجه هندخل بقى، يبقى باقي 10% من الاسباب دي بتبدا تفكر فيهم وقت ما انت مش لاقي عند العيانه دي او العيان ده ديب فينس ثرومبوز، اللي هو ايه؟ ديتاتشد ثرومباي. ديتاتشد ثرومباي يعني فروم ذا رايت سايد اوف ذا هارت، يعني في حاجه في الرايت سايد، الحاجه دي بتخلي لي في جلطات في الرايت سايد، والجلطات دي بتتنقل من الرايت سايد بتاع الهارت. طب ازاي؟ اشمعنى الرايت سايد بقى؟ اشمعنى الرايت سايد؟ هو الدم بيمشي ازاي؟ الدم الاول بيتجمع في الرايت سايد، الفينس بلاد صح؟ في الرايت سايد، وبعد كده الفنتريكل، الرايت فنتريكل هيضخ الدم فين؟ في البلمونري ارتري.
البلمونري ارتري ده هيروح رايح فين؟ للرئه، للرئتين صح، هيروح للاتنين لانج. طب معنى كده ان لو في حاجه في الرايت سايد توصل بسهوله جدا للرايت لانج، انما لو في حاجه في الليفت سايد يعني لو في جلطات في الليفت سايد هتوصل بسهوله لباقي الجسم ما عدا اللانج. يعني هتوصل لايه؟ لانها الاورطه هيروح يرمي جلطات في كل الجسم، انما البلمونر ارتري رايح يرمي جلطات في اللانج بس. فاحنا كده لو انا عندي حاجه في الرايت سايد الحاجه دي بتبقى بتعمل جلطات في، فمعرض انها تتنقل من الرايت سايد بتاع القلب وتروح في البلمونر ارتري وتروح في الاثنين لانج وتعمل لي مشاكل في الاثنين لانج. ايه بقى الحاجات اللي ممكن تبقى في الرايت سايد تعمل لي جلطات؟ اول حاجه الانفكتيف اندوكاردايتس، واتكلمنا عليها بصوره كبيره جدا لوحده، ارجع ليها. الانفكتيف اندوكاردايتس دي بتبقى فيجيتيشن، يعني عباره عن تكتلات. التكتلات ديت عباره عن فيجيتيشنز، يعني حاجات كده كتل كتل. الكتل دي او الكور دي او التجمعات البكتيريه دي ممكن انها بتتفك من الرايت سايد، بتتفك يعني بتتفتت. الكتل دي بتاعت الانفكتيف اندوكاردايتس اللي هي الكتل دي بتتفتت، ولما بتتفتت بتنتقل مع الدم في البلمونر ارتري وتروح تعمل تجلطات فين؟ في الرئه. طيب اول حاجه الانفكتيف اندوكاردايتس. تاني حاجه الاترال فايبرليشن. اعرف قاعده كده ان الاي اف، الاي اف هو مصدر كبير من مصادر الجلطات. ليه؟ لان الاتريوم، الاتريوم هنا، الاتريوم هنا مفروض ان هو هيضخ الدم تحت فين؟ على الرايت فينتريكل. طيب الرايت اتريوم لما يحصل له رعشه، رعشه دي يعني اترال فايبرليشن، بيرتعش، معنى كده ما بينقبضش، يعني الدم هيتراكم فيه لانه عدم انقباضه هيخلي الدم ينقبض فيه، يتراكم فيه. فلما الدم هيتراكم فيه فهيعمل لي ثرومباي، تمام، هيعمل لي تجلطات. التجلطات ديت في الرايت هو ممكن تنزل في الفنتريكل وممكن تعدي على اللنج عن طريق البلمونري ارتري. طيب ايه حاجه كمان؟ المايوكاردال انفاركشن. احنا اتكلمنا في المايوكاردال انفاركشن قبل كده، قلنا ان المايوكاردال انفاركشن معناها ان خلايا، ان جزء من القلب مات وتحول الى سكار يعني او فايبروزس، تليفات، فاصبح سطح خشن بالنسبه، سطح خشن بالنسبه للبلط. فلما هيجي يعدي عليه الدم، الدم هيتكسر ويعمل جلطات. فلو انا عندي مايوكاردال انفاركشن في الجزء الايمن، بنكرر الجزء الايمن بتاع القلب الرايت سايد، والجلطه دي عملت سطح خشن يعني ماتت خلايا القلب وتحولت فايبروز سطح خشن، فالجلطه دي سهل انها تتنقل جدا في البلمونري ارتري وتعمل لي بلمونري انفاركشن او جلطات في البلمونري ثرومبوس. تعالى بقى نتكلم في، ممكن يقول لك ممكن يحصل بارادوكسيكال امبوليزم. البارادوكسيكال لما تسمعها يعني حاجه شاذه عن القاعده، يعني على غير العاده. بارادوكسيكال فامبوليزم يعني امبوليزم. طيب يعني هيتنقل من القلب، معناه بقى ايه؟ قال لك انا احنا اتكلمنا وشرحنا، قلنا لو انا جلطه موجوده في الليفت سايد، جلطات، حاجه في جلطات في الليفت سايد بتاع الهارت، عمرها ما هتتنقل للرئه. ليه؟ لان المسار بتاعها، افترض ان في جلطه مكان الماوس هنا في الليفت فينتريكل، هينقبض الليفت فينتريكل وهيبعت الجلطه في الاورطه، الاورطه هيضخ الدم لبقيه الجسم. هيتنقل فين بقى؟ ليه؟ يتنقل مثلا للكلى، تتنقل للطحال، للسبلين، تتنقل للمخ، تتنقل لاي حاجه ما عدا الرئه. انما امتى ما عدا الرئه؟ طيب امتى بقى الجلطه دي تبقى موجوده في الليفت سايد وتتنقل للرئه؟ لو عدت بطريقه غير مباشره. ازاي؟ خلي بالك ده السؤال ده ام اس كيو، يقول لك يا ابني امتى تبقى جلطات او انفكتيف اندوكاردايتس في الليفت سايد بتاع القلب ويبعت جلطات على الرئه او بالمونري امبوليزم؟ تقول له بص لو في اتصال ما بين، او فتحه اتصال ما بين الليفت فينتريكل، اهوت في فتحه اتصال ما بين الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل، او ما بين الليفت سايد والرايت سايد. يعني ايه فتحه الاتصال؟ في اس دي يعني فينتريكولار سيبتال ديفكت، يعني في ثقب في جدار الفاصل ما بين الاثنين فينتريكل. فمعنى كده خلي بالك معايا على الماوس، لو انا مكان الجلطه هنا ممكن تعدي، هتعدي من الفي اس دي، من الفتحه اللي هي في جدار الفينتريكل الفي اس دي. طب ليه هتعدي من الليفت للرايت؟ ما احنا قلنا قاعده ان ضغط الدم في الليفت سايد اعلى من الرايت سايد، فالدم هيعدي بالجلطات اللي فيه، فالدم لما عدى بالجلطات اللي فيه كده راحت فين؟ في الرايت سايد، ينقبض الرايت سايد وبعت لي الجلطه فين؟ في البلمونري ارتري، يروح لي
الرئه يبقى كده عمل لي بالمونر امبوليزم، يبقى انا ممنوع منعا باتا ان الجلطه تتنقل من الليفت سايد الا لو في اتصال هيخليها تروح للرايت سايد الاول وبعد كده تتنقل. الاتصال ده في الغالب ممكن يبقى في اس دي او اي اس دي. لذلك قوت قال لك بارادوكسيكال، يعني على عكس حاجه شاذه للقاعده او على عكس العاده، البارادوكسيكال امبوليزم فروم ذا ليفت سايد اوف ذا هارت اوف ذا ليفت تو رايت شنت. ليفت تو رايت شنت يعني فتحه ما بين الليفت والرايت زي الايه الفي اس دي. طيب الرير بقى حاجات نادره جدا، واحنا بنلجأ فيها يا جماعة، نلجأ نفكر فيها بعد ما العيان يكون مات. يعني انت ايه اصلا بتفضل اصلا بالمونر امبوليزم ده، العيان ممكن ما يكملش معاك 10 دقايق، خلي بالك، فانت بتفضل تدور في 10 دقايق على الاسباب على الاسباب على الاسباب، وفي الاخر لما العيان موت ما انت لا لاقي دي في تي، الايكو كويس، مش عارف ايه، فجأة العيان مات، تفضل تلاقي بقى كان عنده فات امبوليزم. حاجات رير جدا بقى، حاجات نادر جدا، او اير امبوليزم، او امنيوتيك، او الست دي بقى ما ينفعش راجل، يعني امنيوتيك فلويد امبوليزم. يعني ايه فات امبوليزم؟ دهون اتنقلت، دهون دخلت في الدوره الدمويه وقفلت قفلت البلمونري ارتري. طب الدهون دي جت منين؟ قال لك برضو من العظم، وخصوصا العظم الكبير في الانسان. يعني لما عظمه فيمر مثلا، عظمه من العظمات الكبيره في الانسان، عظمه الفيمر، عظمه الفخذ تنكسر، العظمه دي البون مارو بتاعها بيبقى فيه دهون، ممكن الدهون دي تنتقل من جوه العظم لما اتكسرت تدخل تروح للسيركيوليشن للدوره الدمويه وتتنقل بقى في الرايت سايد وتروح رايحه قافله البلمونر ارتري. ودي حاجه نادره جدا، يعني احنا كده بنتفرج على مسلسل هندي يعني. طيب بعد كده الاير امبوليزم، قال لك لو دخل هواء في البلمونري في السيركوليشن والهواء ده قفل السيركوليشن، وده غريبه جدا، منين هيدخل الهواء؟ قال لك بقى حقنه هواء والكلام فارغ ده، يعني مش صحيح علميا، ولكن يعني حقنه الهواء يعني. قال لك كمان ممكن امنيوتيك فلويد امبوليزم، يعني واحده ولدت وهي بتولد جزء من الفلويد، احنا طبعا الامنيوتيك فلويد ده بيربشر، فجزء من الفلويد ده بيعدي في السيركوليشن ويروح بقى اتنين للانج ويقفل البلمونري ارتري، وده برضو نادر جدا. فالحاجات النادره دي يعني ما بتفكرش فيها غير لما انت مش لاقي اي اسباب نهائي. كلينيكال بيكتشر، كلينيكال بيكشر قال لك بص بقى ركز بقى، وده بقى اسوأ حاجه في البلمونري امبوليزم. انفورشنتلي لسوء الحظ، ذير از نو كلينيكال، يعني انت بدكتور بايديك او لابوراتوري المعمل، خلي بالك كلينيكال او معمل، ذات ويل فايندينج ذات ويل كونفيرم اور اكسكلود دايجنوزيس اوف بلمونري امبوليزم. ده بقى اسوأ حاجه، وده اللي بيتوه الناس كلها في البلمونري امبوليزم، ان ما فيش حاجه بايديك انت كشفك كدكتور او سماعك للهيستوري او حاجه في المعمل، وركز في المعمل، تؤكد او تنفي وجود البلمونري امبوليزم. يعني كلها ايه؟ تخيل، كلها ظنون، ما فيش حاجه تنفي او لذلك حتى كانوا اي واحده او واحد كان بيموت بدون اسباب معروفه بنقول لربما كانت بلمونري امبوليزم، لان ما فيش حاجه بتؤكد او بتنفي هذا الموضوع كلينيكال، يعني بايديك انت كدكتور او بكشفك كدكتور او عن طريق المعمل. ولكن في حاجات بالاشعه بتؤكد او تنفي، طبعا. يبقى انا دلوقتي انا بتكلم هنا بالايه؟ بالمعمل، المعمل اللي هو عينات الدم والتحاليل والكلام ده، وشغلك كدكتور كلينيكال. انما الاشعه طبعا الاشعه تؤكد، يبقى انت لما دكتور شطارتك كدكتور انك بتشك عن طريق كشفك بايديك والهيستوري وحاجه هنتكلم فيها دلوقتي، والمعمل بتبعت تعمل اشعه، الاشعه بتؤكد او تنفي بقى ظنك كدكتور. ويا بقى لما تشك بالمونر امبوليزم وطلعت بالمونر امبوليزم، يعني زمايلك الدكاتره بيشيلوك على اكتافهم، يعني انت اللي مفيش زيك، يعني كل الناس بيبقى منتظره نتيجه الاشعه اللي هتظهر للست ده او الراجل ده بالمونر امبوليزم ولا. طيب
الكلينيكال بريزنتيشن بقى، العيان بيجي بكلينيكال بريزنتيشن بتتفاوت، وده بقى هو ده بقى اللي بيسبب لي مشاكل. تتفاوت من حاجات اسيمتوماتيك، يعني العيان ممكن ما يبقاش عنده اي اعراض وعنده بالمونري امبوليزم ولكن من النوع البسيط، تمام، من يعني ممكن يبقى سيمتوماتيك لحد السادن ديس، مره واحده حد بيكلمك تلاقيه مات. وده بنشوفه كتير دلوقتي في حالات الكورونا، لان حالات الكورونا طبعا يعني طلعت عليها دراسات وقالت انها بتزود كواجوليشن ديس اوردرز، وقلنا يا جماعه نمشي على، يعني انا مش عارف يعني المفروض يتحط بروتوكول نمشي على انتي كواجولانت. الانتي كواجولانت في ناس ماشيه بقى لها 20 سنه، نمشي مثلا سنه ولا حاجه لحد ما الدنيا تخف حتى المتعافين، يعني مش عارف. لازم ينزل طبعا بروتوكول بيتحدث عن هذا الموضوع، انا بتكلم عن راي الطب انا. طيب نتكلم بقى على سمول سايزد امبولاي. في ثلاث انواع من البالمونري امبوليزم، لو انت محظوظ محظوظ قوي هيجي لك السمول سايز امبولاي، لو انت محظوظ يعني يا دوب محظوظ محظوظ شويه هيجي لك الميديوم سايز امبولاي. انما لو جات لك الماسيف الاكيوت ماسيف بالمونري امبوليزم، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب، مع السلامه، يعني ايه سلم على الشهداء اللي معاك. طيب السمول سايز امبولاي بقى قلنا ده انت محظوظ جدا، دي معناها ان جلطات صغيره جدا جدا بنسميها شاورز من الامبولاي، جلطات صغيره جدا بتروح للرئه كل شويه، وممكن انت في الغالب اصلا بتبان مش عليك اعراض، بس لو ربنا كرمك، وانا بقول لك بقى هقول لك ليه لو ربنا كرمك، لو ربنا كرمك تظهر عليك اعراض مره واحده، تلاقي نفسك عندك ضربات القلب مش منتظمه، عندك مره واحده مش عارف تاخد نفسك، مره واحده عندك صعوبه في التنفس وزياده في التنفس، او عندك بلوريتيك شيست بين، يعني الام فين في الرئه مش في المنتصف بقى، اللي هي بنسميها شكشكه، يعني ايه يقول لك في ابر او شكشكه او سكاكين بتخبط فيا مع التنفس في صدري. الحاجات دي لو دكتور شاطر، لا يعني ربنا يكرمك بالحاجات التحذيريه دي، ودكتور شاطر يعرف يشخص يلقط الحاجات دي فيقول لك طب اعمل لي مش عارف دي دايمر، طب اعمل لي مش عارف ايه كده، انقذك، لانه هيدي لك حاجه كده للتجلطات كل سنه، انقذ حياتك فعليا. هي دي بقى الحاجات الفارقه في الطب اللي دكتور كدكتور انك تلاقيها، انت ما تستناش تدخل في ما هو اللي عنده يا جماعه سمول سايز امبولاي ده لسه في الاول، اكيد بعد كام سنه، بعد سنتين ثلاثه هتلاقيه دخل في ماسيف بالمونري امبوليزم، فانت انقاذ ليه اديته وشخصته وعرفته حالته واديته الادويه المضاده للتجلط، كل سنه وانت طيب، عيش بني ادم طبيعي جدا وما يجيلوش اي جلطات باذن الله، يبقى انت انقذت حياته فعليا. طيب المشكله في ايه بقى في السمول سايز امبولاي كمان؟ لو انت فضلت اسيمتوماتيك مش عليك اعراض وعندك جلطات عماله تروح للرئه وانت مش واخد بالك، او بتجيب لك اعراض بسيطه محدش فاهمها بتروح وتيجي، بتقعد دقايق كده ودقايق وبتروح وخلاص، تمام، ايه بقى مشكلتها؟ مشكلتها انها ممكن تتسبب لي بعد سنين، لو انت سبتها بعد سنين تعمل لي مشاكل بالمونري هايبرتنشن، يعني تزود لي ضغط الرئه، مشكله كبيره، زود لي ضغط رئه، او تعمل لي سب اكيوت كور بالمونال. وركز على النقطه الخط الابيض سب اكيوت، ليه انا اعمل لك سب اكيوت؟ لان ده بتيجي ام اس كيو طبعا. انا في الكور بالمونال اللي انا شرحته قبل كده، ارجع لي الاول وافهمه قبل ما، يعني انا شرحت بالتفصيل يعني ايه سب اكيوت، قلت لك ان الكور بالمونال، طب معنى ايه الكور بالمونال؟ طبعا طبعا انت لو بتسمع الفيديو مش بالترتيب طبعا مش فاهم اي حاجه معايا، يعني ايه كور بالمونال؟ انما الناس اللي سمعت المحاضره اللي فاتت بتاع الكور بالمونال فاهمين ان معنى الضغط الرئه زاد، حصل لي كور بالمونال، يعني انا جلطات صغيره عماله تروح للرئه وانت مش واخد بالك، عملت ايه في الاخر؟ زودت ضغط الرئه هنا الرئه. طب الرئه تروح بعد كده مرجعه فين؟ مرجعه على الرايت سايد اوف ذا هارت، تعمل لي تضخم في الرايت سايد اوف ذا هارت، ده معناه، هو ده بقى معناه ال معناه الكوربا المونال. ولكن كنا قسمنا الكوربا، يبقى الكوربا المونال معناه ان حاجه في الرئه، مشكله في الرئه، المشكله في الرئه دي جت من الجلطات صغيره بقى لها سنين عملت مشكله في الرئه، المشكله في الرئه دي عملت تضخم في الرايت سايد
في او خصوصا الرايت فينتريكل، هو ده معناه الكوربا المونال. ولكن الكوربا المونال كان ليه تقسيمه، في اكيوت ده بتحصل في خلال ساعات، في سب اكيوت كوربا المونال، وفي كرونيك كوربا المونال. وقلنا ان السمول امبولاي ديت بتندرج تحت السب اكيوت، يعني ممكن تقعد ايام لشهور وممكن تعمل لك كوربا المونال. فخلي بالك من كلمه سب اكيوت، ليه؟ لان انا لما هدخل دلوقتي في ماسيف جيالي، يبقى دي هتعمل لي مشكله كبيره في اللنج في خلال ساعات، فتعمل لي اكيوت كوربا المونال، صح كده؟ طيب خلي بالك الحاجات اللي انا بعلمها لك دي عشان ام سي كيو، عشان الشفوي. وخد بالك بقى ان اتعود كده معايا، ما تسمعش فيديو، ما تنطش من فيديو لفيديو على حسب المتطلبات، لا لازم تسمع بالترتيب، لان كل حاجه بتبني على اللي بعديها. طب بعد كده ميديوم سايز، لو انت محظوظ يعني نص ونص، ميديوم سايز امبولاي. وممكن يظهر في الميديوم سايز امبولاي في الاشعه بالمونر انفرشن، خلي بالك. طيب اف اوكلوجن ده بقى لو حصل امتى؟ لو حصل الميديوم سايز ده لو اتسد 60% او حوالي 60% من البالمونر ارتري. طب هتقول لي ما هو 60%، طيب او انت عندك ال 40% بيكملوا بيغذوا اللنج عادي. طيب 60% ايه بقى يعمل لك؟ يعمل لك ايه في الكلينيكال بيكشر؟ ممكن يعمل لك زي الحاجات اللي فاتت، ديسنيا، صعوبه في التنفس، بلوريتك شيست بين، برضه شكشكه او غزغزه فين؟ في البلوره بس مش في المنتصف، وخصوصا مع النفس، وبتزيد مع النفس البلوريزي. طيب تعمل لك كوف، برضه تعمل لك كوف وهيموبسيس. خلي بالك الجديد عندي هنا الهيموبسيس، ليه؟ لان الميديوم سايز امبولاي غير ايه اللي بيفرق السمول سايز على الميديوم سايز؟ ان السمول سايز ممكن تبقى سيمتوماتيك في الغالب، لا الميديوم سايز مش بتيجي سيمتوماتيك. طيب اول حاجه. تاني حاجه ان هيظهر لي في الكلينيكال بيكتشر في الميديوم سايز، وهتبقى زايده في الميديوم سايز امبولاي الهيموبسيس. والهيموبسيس ده يعني تف دم، او قصدي تكح دم، تتف او تكح دم، تلاقيه بيكح ومع الكحه دي جت لي دم، هو ده معناها هيموبسيس. هيموبسيس طيب. طب ليه نتيجه الهيموبسيس؟ لان مع الميديوم سايز امبولاي ممكن يحصل لي جلطه في الرئه، ويحصل لي جلطه في الرئه يعني جزء صغير في الرئه يحصل له دمج. يعني تلاقي مثلا، احنا عارفين الرئه مثلا لوبس عباره عن فصوص، تلاقي فص كده في الرئه مثلا اليمنى، الفص ده الارتري اللي رايح للفص ده اتسد واتقفل، فمات الفص ده فيظهر في الاشعه. طب لما هيموت ما عايزه بقى ده نيكروتيك تشو، الجسم عايز يخرجها، فيخرجها فين؟ والبني ادم ده بيكح، يكح تلاقي نيكروتيك تشو طالعه مع الدم. يبقى ثلاث فروقات مثلا ما بين السمول سايز والميديوم سايز. اول حاجه السمول سايز اسيمتوماتيك، لا الميديوم سايز مش اسيمتوماتيك. او تاني حاجه ان الميديوم سايز ده هيبقى معاها بالمونر انفاركشن، لا السمول سايز مش هتبقى معاها بالمونر انفاركشن. تالت حاجه ان البالمونر انفاركشن ده ممكن تخلي العين ده يكح دم هيموبسيس، انما السمول سايز مش هيكح دم طبعا. طيب في بعد كده اكيوت ماسيف بالمونر امبوليزم، لما يحصل لي اوكلوجن يتقفل اكتر من 60% من البلمونري ارتري، يبدا بقى تبان لي حاجات خطيره جدا اكتر من ال 60%. لما يتقفل الفاسكولار بيد، يعني كل الشرايين اللي بتغذي الرئه اللي هي البلمونري ارتري بتفرعاته اتقفل منها اكتر من 60%. طيب يجي لي ايه؟ اكيوت ديسنيا فجاه وهو قاعد، اكيوت ديسنيا. طيب اكيوت شيست بين، الم شديد جدا، اكيوت شيست بين، اكيوت ديسني يعني نهجان شديد جدا مش قادر ياخد نفسه. اكيوت شيست بين بقى اللي هو تيبيكال شيست بين، يعني شبه الالم بتاع الانجينا بالظبط. ازاي؟ مع ان المشكله عندي هنا فين؟ في الرئه، في البلمونر ارتري، ولكن بتحس بألم تيبيكال، يعني بتحسه في منتصف الصدر ريتروسترنال، وبعت عن الناحية الشمال والكتف الشمال والجزء الميديال من الإيد، وبعت على الرقبة، نص الرقبة الشمال، نفس الحاجات بتاعت الجلطة أو الأنجينا بالظبط. طب إيه اللي خلالي؟ إيه الميكانيزم؟ طب أنا دلوقتي بتكلم بالمونر أرتر اللي راح الرئة، إيه اللي خلاه شبه الألم بتاعه وشبه الإيه؟ أول حاجة قال لك الألم ده ممكن يبقى ناتج الألم اللي هو التيبيكال شيست بين في منتصف الصدر،
ممكن يبقى ناتج نتيجة الديستنشن اوف ذا بالمونر ارتري، يعني تيجي الجلطه هنا تيجي تقفل البالمونر ارتري، فالبالمونر ارتري يتمط بزياده عن طاقته، لما يتمط او يتسع ده يعمل لي سيفير شيست بين في المنتصف. وخد بالك البالمونر ارتري موجود فين؟ في المنتصف تحت الرئه، تحت الاسترنم، بدليل ان هو شايفه في منتصف القلب اهو البالمونر ارتري. والقلب موجود فين؟ موجود برضو بيدي الالم بتاعه، يعني هو البالمونر ارتري كومبوننت من القلب، جزء من القلب، فلما القلب بيحصل فيه مشكله بيدي الالم بتاعه تحت الاسترنم في منتصف الايه الصدر. فما تستغربش لما البالمونر ارتري اللي هو جوه القلب يحصل له اتساع او يتمط بصوره رهيبه، فيحصل لي تيبيكال شيست بين بالظبط مشابه لالم القلب. طيب تاني حاجه ممكن يحصل لي الكوروناري، الكوروناري ارتري بقى تزعل، يعني هما مش عرفوا ايه السبب الميكانيزم في هذا الموضوع، ولكن قال لك ممكن يحصل ريفليكس كوروناري سبازم، يعني تضيق الشرايين كده، تلاقي الشرايين الكوروناري، يعني ايه الكوروناري؟ يعني الشرايين اللي حوالين القلب اللي بتغذي القلب، شرايين الكوروناري دي غير البالمونري ارتري، ولكن تلاقيها زعلت لزعل البالمونري ارتري، جت لقيت البالمونري ارتري اتقفل، فلسبب غير معلوم تلاقي الشرايين بتاعت القلب اللي هي الكوروناري قفلت على نفسها، حصل لها سباز. طب يا ستي ليه؟ قالت ده رد منعكس، فعل من رد فعل منعكس، وكانها زعلت لقفله الشريان الرئوي. يبقى الشريان الرئوي ليه هيدي لي تيبيكال شيست بين، يعني الم مشابه لالم جلطه القلب؟ ممكن يديني ليه؟ بسبب ان هو اتمط الشريان الرئوي اوفر ديستنشن ليه نتيجه الجلطه اللي جواه، او ريفلكس كوروناري سبازم، الكوروناري زعلت عشانه يعني ريفلكس. طيب ولما يحصل ريفلكس كوروناري سبازم هو ده معنى الجلطه، ارجع لدرس الانجينا وانت هتعرف. طيب علشان كده ممكن العيان يجي لي، خلي بالك ده هتفيدني في الجزء الجاي ان شاء الله، ممكن العيان يجي لي بتيبيكال شيست بين، ممكن يجي لي بتيبيكال شيست بين، اعمل رسم القلب الاقي مش عنده جلطه ولا حاجه، تمام، ولكن ابدا افكر ان العيان بتاع البلمونر امبوليزم العيان ده ممكن يبقى داخل بلمونر امبوليزم، حتى يعني هو عنده الم نفس مشابه للجلطه، بس انا بعمل رسم قلب، يبقى انا هعمل رسم قلب ليه في حاله البلمونر امبوليزم عشان استثني وجود الميوكاردال انفاركشن، استثنيت الميوكاردال انفاركشن، وعشان استثني كمان موضوع البريكاردايتس، الام البريكاردايتس، يعني عشان استثني الحاجتين دول في رسم القلب. ولكن اهم حاجه عشان استثني، لانه اي واحد جاي لي بديسنيا مش قادر ياخد نفسه، الم في منتصف الصدر، اول حاجه هشك فيها كدكتور ايه؟ المايوكاردال انفاركشن. طب ما فيش مايوكاردال انفاركشن، نبدا نشك في حاجات تانية من ضمنها البلمونر امبوليزم، فيبقى حاجه روتينيه لازم تتعمل في البلمونر امبوليزم انك تعمل اي سي جي عشان اكسكلود، تستثني جلطه القلب، لانها احيانا تدي اعراض مشابهه لالم الجلطه بتاع القلب. بعد كده تالت حاجة صدن ابيرنس وبالمونر هايبرتنشن، ركز بقى على معلم لك عليها بالابيض، قلت لك ده حاجات ام اس كيو. طبعا الموضوع هنا الموضوع اميرجن، وفي خلال ساعات لو ما تصرفتش العيان ممكن يموت، ده ممكن يعلي لي ضغط الرئة، يبقى بالمونر هايبرتنشن زايد جدا، فهنا هيندرج لي في البالمونر هايبرتنشن يعمل لي اكيوت، اكيوت اوبستراكتيف بالمونر هايبرتنشن. طيب اوبستراكتيف ليه؟ لان الجلطه جت قفلت الشريان الرئوي. طب لما تيجي تقفل الشريان الرئوي، الدم اللي في الرايت سايد، هي الدم بيمشي ازاي يا جماعه؟ الدم بيمشي من الرايت سايد بتاع القلب، يروح ينقبض الرايت فينتريكل، يروح معدي من البلمونر ارتري، يروح الرئوي، يروح للليفت فينتريكل، وبعد كده يروح لكل الجسم. طيب امتى يحصل لي اوبستراكتيف شوك؟ ركز بقى، الشوك يبقى انا هيحصل لي شوك. امتى بقى يحصل لي شوك واسمها ايه؟ واسمها اوبستراكتيف شوك. بيموتوا دكاتره الام اس كيو، دكاتره الشفوي يجيبوا لك الحته دي قوي. ازاي؟ يقول لك ايه نوع الشوك؟ اللي قلت اوبستراكتيف شوك، يديك الفول مارك ويبوسك كمان فوق دماغك. ازاي؟ قال لك ما هو الدم، لا الدم لما هيلاقي السكه هنا مقفوله في البلمونر ارتري نتيجه ان في جلطه كبيره قافلاه، معنى كده الدم هيبقى الناتج، الدم اللي رايح في الليفت فينتركل ضعيف جدا او قليل جدا، فالدم اللي هينطلق في الاورطه ضعيف جدا، فده معناه الشوك، هتلاقي ضغطه انخفض جدا جدا والدم مش عارف يوصل للجسم.
طب نتيجة الشق ده في حاجة، في اوبستراكشن، حاجة قافلة في الشريان الرئوي، المفروض انك تشيل الاوبستراكشن دي، فلو انت لو شلت الاوبستراكشن ده الدنيا اتحلت. فمعنى كده ان الشق دي اسمها ايه؟ اوبستراكتيف شق. مع ان احنا لما ندرس الشق ان شاء الله، الشوك ديت فيها اربع انواع اساسيه، مش فيهم يعني انافلاكتيك، في سيبتيك شوك، انافلاكتيك شوك، هايبوفوليميك شوك، كاردوجينيك شوك، دول الاربعه الاساسيه. ما فيش حاجه اسمها اوبستراكتيف شوك، لا دي تقسيمه بقى عاملينها مخصوص شيل بالمونري امبوليزم وحاجات تانية بس بيحبوها جدا في الام اس كيو، فركز فيها. طيب ده بقى هيرجعنا ان هو ليه لما الجلطه ديت كبيره عملت في الشريان الرئوي، فالموضوع انها تعلي ضغط الرئه في ساعات فاصبح اسمها اكيوت، و بقى اصبح اسمها اوبستراكتيف لانها قفلت. فلما قفلت الشريان الرئوي علت ضغط الشريان الرئوي فجاه، يبقى انا عندي فهمت معنى اكيوت اوبستراكتيف بالمونري هايبرتنشن. طيب ده هتعمل لي ايه؟ اكيوت كوربال مونال طبعا. طب بص بقى ده الام اس كيو، ان هو السمول امبولاي، السمول بالمونري امبولاي كانت تعمل ايه؟ كانت تعمل سب اكيوت، ارجع ليها، سب اكيوت كوربالمونال، صح؟ يعني بتاخد ايام وشهور. انما تعمل لي اكيوت، الاكيوت ماسيف بالمونر امبوليزم يعمل لي اكيوت كوربالمونال. يعني الناتج النهائي عندي هنا في الاكيوت ماسيف بالمونر امبوليزم انها يعمل لي اكيوت بالمونر هايبرتنشن، اكيوت كوربالمونال، وهو اسمه اكيوت ماسيف بالمونر امبوليزم، يعني كلها اكيوت في اكيوت. طيب sudden death، طبعا sudden death نتيجة الشوك، وممكن يبقى the first manifestation على فكرة مرة واحدة، ولا يجي له ديسنيا ولا لا، العين بتكلم فجأة بص كده وبرق ومات. ليه؟ نتيجة ال نتيجة ال نتيجة هذا ما sudden death is the first manifestation of the occlusion. ممكن يبقى اول عرض على فكره زي ما اتفقنا، واحنا قلنا في بدايه الموضوع اول عرض دي قبله في هذا العيان، هو اول عرض خالص هو الاكيوت ديس سادن ديس، عيان مات وبعد كده نشخصه. اه والله يبقى مات فجاه ونقول ده كان بالمونري امبوليزم. يبقى ممكن السادن ديس، شفت كارثه الموضوع بتاع الماسيف بالمونري، كارثه والله يا جماعه كارثه. يبقى ذا فيرست مانيفيستيشن لو اكتر من وهم بقى عملوا دراسات قال لك الحاجه ديت سادن ديس هيحصل. احنا قلنا الاكيوت ماسيف بالمونري امبوليزم هتحصل لو اكتر من 60% من الشريان والفاسكولار بيد ده اتقفلت، انما لو عدى اكتر من 80% منه اتقفل كده يبقى انا لازم يحصل سادن ديس. طيب فايندينج سجستيف اوف ديفيتي، برضو انت هتبدا تدور بقى على الاسباب اللي هو اكتر سبب للعامل ماسيف بالمونر امبوليزم. ليه بتبدا تدور تسال بقى الست طبعا مش او الست، انا هفضل اقول ست لان في الغالب احنا قابلنا في ميلز في هذا الموضوع. تبدا تسال الاهالي، والله هي لسه بالهيستوري طبعا دخن، اسال هتبدا هي بتدخن طبعا، لو سال سؤال زي كده للشعب المصري هتتضرب، يعني جايين بقى الرجاله وشالين الست، والست بتموت وفين الدكتور ايه ابن زيتي، وتقول لها اول حاجه كده وببرود تقول لهم ايه قبل ما تحط ايدك على الست تتصرف، هتقول هي كانت بتدخن طبعا، هتلاقي ايه، هتلاقي الكراسي في دماغك، يعني هتلاقي يعني هتتعلم الصح. بس انت المفروض بقى تسال اذا دخن، عملت عمليه، طلعت من عمليه مؤخرا، اتخبطت في رجليها كتير، مش عارف عندها مشاكل في القلب، هارت فيلير، عندها ضعف في عضله القلب، الحاجات دي كلها تبدا تسال عنها. طيب لو ما لقيتش حاجات في الهيستوري تبدا والله تشوف الرجل مورمه مثلا، او في احمرار في الكاف ماسلز، يبقى انت بتشك ان هو ايه. طب والست لو فايقه معاك بقى بتقول لها والله الحته دي السمنه دي بتوجعك، تقول لك اه، تتك عليها انت كدكتور او تعمل حركه معينه بتتني اللي هو الانكل جوينت كده، بتعمله فليكشن فجاه، فالفليكشن ده بيوجع عندها السمانه، فا او تقول لك اه ده وجعتني السمانه، اه ده برضه بيزيد. خلي بالك ده مش بياكد وجود الايه الدي في تي، لان الدي في تي زي البلمونر امبوليزم تشخيص هيتوه برضه، يعني كلينيكالي احيانا تبقى سيمتوماتيك، اهو لسوء الحظ انفورشنتلي الدي في تي
is often clinically silent، يعني العيان مش حاسس بيها خالص وعنده دي في تي مفرتكه رجليه، وحتى لما يقول لك انا عندي القف ماسلز ومش عارف ايه بتوجعني ومش عارف ايه والكلام ده، فده ليس دليل ان هو عنده دي في تي. بيزيد الشكوك، ولكن يعني البلمونري امبوليزم والمسبب الرئيسي ليها الدي في تي الاثنين لا هم بيتشخصوا او اكسكلودد، لا بنأكده ولا بننفيه، الاثنين البلمونري امبوليزم والسبب بتاعه الدي في تي لا بنأكده ولا بننفيه عن طريق الكلينيكال داتا، يعني شغلك كدكتور على العيان وقعدتك مع الهيستوري وكلينيكال وبتشوف حاله العيان ما تعرفش تجيبه، او عن طريق المعمل. الحاجتين دول اللي حاجتين اللي يجيبوا البلمونري امبوليزم والسبب الرئيسي ليه اللي هو الدي في تي الاشعه، الاشعه بتشوف الحاجات مسدوده بتشوف الجلطات. طيب لذلك واحد، وده اخر حاجه النهارده عشان ما انتقلش عليكم، طبعا لما يبقى الموضوع كلينيكالي محير كدكتور، هو طبعا عملوا لك سكور بقى، يعني ايه، في بعض العلماء عملوا دراسات قالوا نعمل سكور، يعني سكور يعني نقاط عشان ايه نسيستم الدنيا، ما تبقاش الدنيا ايه ضايعه كده. النقاط دي كل ما تعلى معنى كده ان العيان كلينيكالي بيزيد في السسبشن بتاع البلمونري امبوليزم. ازاي؟ والله لو انت سالت العيان، وده بتيجي بالهيستوري، والله العيانه دي او العيان ده، العيانه دي جالها بلمونري امبوليزم جلطه في الرئه قبل كده، قالوا لك اه، تروح كاتب ايه، واخده واحد ونص. طب عندها ديب فينس ثرومبوزس، تاخد واحد ونص، تمام. يعني لو عندها سابقه ومشخصين، اتشخصت جالت لها نفس الحاله واتشخصت عن طريق الديب فينس ثرومبوزس بالاشعه، او اتشخصت بالمونري امبوليزم بالاشعه، وباكد بالاشعه، يعني اتشخصت تشخيص نهائي، تاخد السكور اول حاجه واحد ونص. طيب لو الهارت ريت اكتر من 100 بيت بير مينيت، يعني ليه بقى بنتكلم في الهارت ريت؟ لان احنا قلنا من اعراض البالمونري امبوليزم تاكي كارديا، فلو الهارت ريت اكتر من 100 بيت بير مينيت تاخد واحد ونص كمان. طيب لو في ريسن سيرجري، لو لسه بقى بالهيستوري طلع من عمليه، او ان هي بطبيعتها مثلا عندها حاجه في رجليها، او عنده بتر، عنده بتر، هذا الرجل عنده بتر ما بيتحركش، فانا قاعد على طول، فده اسمه immobilization، ياخد سكور واحد ونص. طيب clinical signs of deep venous thrombosis، والناس برضو يا جماعه اللي عندهم شلل مثلا، الناس اللي عندهم جلطات، جلطة في المخ، فبيحصل له شلل مثلا نصفي، فالناس اللي عندهم شلل نصفي دول يا جماعة أكتر حاجة بتموتهم من الحاجات، يعني مش الشلل اللي بموتهم ولكن البلمونري امبوليزم، لأن العيان ده ما بيعرفش يتحرك ونايم على السرير معظم الوقت. كلينيكال ساينز أوف ديب فينس ثرومبوزس، تاخد بقى إيه الكلينيكال ساينز أوف ديب فينس ثرومبوزس، تاخد سكور 3. يعني إيه كلينيكال ساينز؟ يعني أنت الست بتعرف تجاوبك شوية، وبتعرف عندها نهجان، ولكن معاك تقول لك الله انا عندي وجع في رجليا، وانت تعمل فليكشن كده لرجليها للانكل جوينت، فتلاقي في تندرنس، او في بين عندها في سمانه، او عندها ورم كمان. الحاجات ديت انت بانت، يعني الحاجات بتاعت دي فينس رومبوزس بانت ليك كدكتور، فبتدي سكور 3. طيب لو لقيت بقى الترنيتيف، وخلوا حاجه كده حس الدكتور، يعني لو لقيت الترنيتيف دايجنوزس ليس لايكلي زين بالمونري امبوليزم، يعني انت كدكتور لقيت حاله، قلت حلفت كده، قلت والله انا حس الطبي مش مديني اي دايجنوزس لاي مرض مسبب الحاله دي غير البالمونري امبوليزم، ما تسالنيش ليه، انا شايف الست دي بالمونري امبوليزم، ده لوحده كفيل ان هو يدي الحاله سكور 3 كاملين، خلي بالك. طيب هيموبسيس، لو كح الدم بندي سكور 1، لو عندها كانسر وده بقى بالهيستوري، والله العينه دي عندها كانسر، قال لك فبندي سكور 1. بتبدا بقى تجمع النقاط ديت انت كدكتور، فقال لك النقاط دي لو من 0 ل 1، لا لو بروبابيلتي، يعني افرض العينه دي جايه مش عندها حاجه خالص من الحاجات دي كلها غير ان عندها هيموبسيس بس فقط، هي يعني بتكح دم، مش يبقى انت ده لو بروبابيلتي، صعب جدا يبقى عندها بالمونري امبوليزم لان الحاجات الثانيه مش موجوده معاه. طيب في عندها انترميديت بروبابيلتي لو السكور من 2 ل 6، اكتر من 7 بقى
احجزها في العناية المركزة على طول حتى قبل ظهور الأشعة، قبل ما تعمل لها أشعة. هاي بروبابيلتي 7 أو أكتر. يعني إحنا لو جمعنا النقاط دي الفول سكور كام؟ 1.5 1.5 1.5 يبقى 4.5، 4.5 و6 يعني 10.5، 10.5 و2 يعني 12.5. لو أنت جمعت منهم 7 أو أكتر، لا يبقى كده احجزه في العناية، احجزها في العناية واتعامل معاها حتى قبل ظهور الأشعة، لأن كده ممكن اشتباك كبير جدا تبقى بالمونر امبوليزم. ان شاء الله المره الجايه نستكمل بالمونر امبوليزم. شير سبسكرايب، اهم حاجه باكد عليها تشير على جروب دفعتك، اهم حاجه تشير على جروب دفعتك. وكل طبعا انا بتاخر عليكم، انا عايز تشجيع، فانا لو لقيت تشجيع يا جماعه منكم ان شاء الله رب العالمين كل يوم هنزل لكم بفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.